شكرا على الاستضافه الكريمه، وانا جد سعيد بالتواجد ديالي في مهرجان الدولي لفيلم الكوميدي بالرباط. هذا المهرجان اللي غادي يبقى كيحط البصمه ديالو كحدث فني ثقافي في العاصمه الرباط. طبيعه الحال انا هاد اليومين ثلاث ايام كنتبع افلام، لا على مستوى الافلام القصيره ولا الافلام الطويله، الكوميديا طبعا. كاين تنوع في المواضيع، تنوع في الرؤى، كاين اشياء جميله شفناها بصراحه. هذا المهرجان نتمنى له بصراحه واحد المسار، يعني مسار يتطور من احسن من حسن لاحسن. وسي اش هضر كان الفريق اللي معاه راه كيبذلوا مجهودات كبيره انهم يعطيونا ولا يختاروا لنا افلام زوينه اللي تعرضت في كل دوره. كاين تنوع وكاين ثقافات كل بلد وكيفاش كيتعامل مع الكوميديا السينمائيه. شفنا البارح فيلم ديال هشام العسيري كذلك، واحد الاسلوب خاص في طرح المواضيع وفي طرح الاشكاليات اللي كيعيشها المغرب ديال 2024. طبيعة الحال بالطريقة ديال هشام العسيري وبالتصور ديالو الخاص. طبيعة الحال حنا اللي مهم هو الأفلام يتعرضوا والناس دير التفاعل، في ما عجبها وفي ما عجبهاش، وفي ما يدير فيها شي حاجة وفي ما يدير فيهم. الأساسي هو هذاك الفيدباك اللي كيكون مع الفيلم. نتمنى إن شاء الله اللي بقى يدوز أجمل وأحسن.